فكرة المركز الجديد كان انطباعك عنها ايه اول ما بدأت تتبلور بقى ان احنا هنبدأ نشتغل فيه؟ انا اشتغلت مع دكتور مجدي من 2007، من قبل ما نعمل اول حالة هنا تقريبا بسنة وشوية. وتكملة لزكريا قاله في فلسفة كده، بس غالبا الواحد ما بيستوعبش الحاجات في وقتها، هي بعد سنوات بيبتدي يفهم كلام كده علم في دماغه. دكتور مجدي ليه كلمة من زمان: I only have two masters, patience and science. Patience and science. لي سيدان، العلم والمريض. أنا بترجم. وبالتالي كل حاجة اتعملت في أسوان كانت مبنية أساسا على الفلسفة دي. على العلم والمريض. علم والمريض. إحنا كلنا موجودين علشان في حد مريض بيعاني، عايزين إن إحنا نعالجه، وفي نفس الوقت مش هنقدر نعمل كده من غير ما نتقن العلم اللي إحنا بنمارسه ونطوره. بعد سنوات ابتدت تلاقي لزكريا بيقولوا ان الفكرة دي موجودة عند كل واحد موجود في المستشفى، هو مش محتاج ان هو يقوم يجري علشان يسلم. عشان كده حضرتك لما قلت لي على رئيس اسم ولا ملهاش قيمة فعلا، لانه دي ملهاش اي تبعية في الثقافة الطبية في مصر. اللي بيبقى يعني رئيس قسم حاجة كبيرة جدا. انا اعرف دكاترة اصحابي بيتكلموا، يعني لما كنت بحكي للدكتور مجدي يعني لا ده رئيس قسم يا جماعه، يعني it shouldn't be the case. انتوا خرجتوا بقى عن النورم المعتاد، لان يعني في الاخر هي مش معناها ان انا عندي privilege او عندي اي افضليه مقارنه باي حد تاني. مسؤوليه نفس الكلام اللي قالوا لي دكتور زكريا، ملهاش انعكاس، لان في الاخر احنا كلنا موجودين عشان نخدم المريض والعلم. بسبب عشان السببين دول، بعد مده اكتشفنا ان احنا القدره الحاليه في اسوان، احنا ابتدينا بمبنى واحد وبعدين وسعناه، وكنا بنشتغل في ناحية من المبنى ده حتى وهو بيتجدد، وبعدين وسعناه وبعدين اضافنا فيز تانية وبعدين فيز تالتة اللي حضرتك قاعد فيها دلوقتي. بس وكل ده بنشتغل في ناحية ونقفلها ونجدد في ناحية ونزود و بس لغاية دلوقتي برضو شايفين ان احنا مش قادرين نلبي الطلب اللي موجود بسبب امراض القلب في مصر منتشرة وفي العالم كله، انما يعني جايز يكون في مصر ليها شكل مختلف شوية وشكل أعنف شوية في شرايح مش قليلة من المجتمع. فلقينا أنه بنضطر علشان القدرة الاستيعابية بتاعت المستشفى نرفض عدد كبير من الناس اللي بتتقدم، وناس هي محتاجة رعاية، وناس بيقولك من أماكن من كل مصر، من أماكن كل مصر، وفي بعض الأحوال بيبقوا محتاجين حاجات مش سهل توفرها في أماكن تانية في مصر. ان احنا نقعد وناخد قرار انه ده عيان فعلا محتاج تدخل، سواء تدخل جراحي او تدخل عن طريق قسطره او ونقول لا مش هنقبله، هي حاجه ضد فلسفه المكان في حد ذاته. نمره 2 ليها علاقه بالشق الثاني، العلم، ان احنا محتاجين نتوسع في الريسيرش لابز، الانوفيشن لابز اللي موجوده. هو تيم يفرح صراحه من المهندسين ومن علماء و بس هم محتاجين مكان أكبر وإمكانيات أكبر وقدرة على العمل بشكل أكبر من كده. فدي كانت بداية استيعابنا لقصة إنه هو الماكسيمم كاباسيتي بتاعة أسوان الحالية مش هتبقى كافية، كانت بدءا من 2013. دكتور مجدي كان بيتكلم إنه أهم حاجة في المركز الجديد إنه مش هيبقى فيه أي نوع من التنازل عن جودة الخدمة اللي بتتقدم. أنا بكلم وحرك مسؤول عن الجراحة مع الخدمة الأعداد الكبيرة، حاطط في تصورك أنك تقدر تحافظ على نفس الجودة؟ علشان أبتدي أجاوب السؤال ده، إحنا هنا في أسوان عندنا غرفتين عمليات فقط. بغرفتين العمليات دول بقالنا آخر 3 سنوات بنعمل فوق 1000 حالة قلب مفتوح في السنة. بالقياسات العلمية ومقارنة ببقية المراكز بغرفتين عمليات 1000 حالة قلب مفتوح في السنة، إن ده أفضل استخدام لغرفتين عمليات. إزاي نقدر نحقق ده مع المحافظة على الجودة زي ما حضرتك بتقول؟ علشان تقدر تعمل كده، في مثلا حل إنك تعمل كل العمليات بسرعة وتعملها أي كلام عشان تعد عدد، او انك انت تركز في جميع الخطوات اللي ملهاش لازمه في كل عمليه، او في نقل المريض من غرفه العمليات للعنايه المركزه، في كل التفاصيل اللي بتاخد وقت بالظبط كده، او بتاخد وقت وامكانيات يعني فلوس وهكذا. فاعتقد احنا بقالنا 10 سنين اكننا بنتدرب على ازاي تحصل على احسن
كفاءة للشغل. زي ما بتاع المطافي مثلا بيتدرب ازاي انه هيبدا من اول ما يجيله او الاسعاف من اول ما يجيله البلاغ لغايه لما هيبدا يستجيب بيعمله في فتره قد ايه. مزبوط. فانت بتقلل كل خطواتك وبترشدها. والحاجات دي فيها في حاجات كتير ليها قياسات علميه مش احنا اللي اخترعناها، ولكن بنعدلها على طبيعه المريض في المصري وطبيعه الشغل والموظفين والناس اللي موجوده. أعتقد بقالنا 10 سنين أكننا بنتمرن على الموضوع ده. إن شاء الله في المركز الجديد وقدامنا لسه 3 سنين إحنا أوريدي العدد بتاعنا بقى أكبر من عدد الناس الأطباء، يمكن أكبر من السعة اللي موجودة حاليا. كل واحد عايز يشتغل أكتر وعايز يدي أكتر، فعندنا متنفس للناس دي إنها عندها مكان تاني مع المحافظة على المكان الأولاني تخدم فيه ناس أكتر، وإن إحنا ندرب ناس أكتر وأعداد أكتر ونقدر إن إحنا نشغل الحاجة اللي هتبقى موجودة بإذن الله.